لا تفنش حبيبي لا تفنش خرب يومك اقعد لا بعد لا تعيدها بعد لا تعيدها وتجي Can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. إن شاء الله بخيركم. ديقرا اللي ما شباب حلقة جديدة اليوم يا شباب. جبنا لكم حلقة دعس كلش حلوة. بس قبل ما نبلش المقطع شباب لازم تحطون لايك وتشتركون بالقناة إذا شفتوا ما مشتركين. خلينا نشوف إذا وصلنا الحلقة 30,000 لايك. إيه. تقدرون توصلوها. سهلة كلش سهلة. فاليوم يا شباب كانت الحلقة على شخص كان يشمر بالحكي بالطائرة فنهاية التشمر شنو كلنا نعرف نهاية التشمر شنو بس ما راح اقدر اكمل الكيم كامل يعني او الكيم كامل يعني هيك راح تلقون لقطات هيك مقطعة على الكلات اللي جبتها بهذا الجيم لان اغلبيتها كان بوتات وانا ما احب انشر بوتات مع العلم انه كان هذا الجيم قبل التحديث او قبل السيزون الجديد وكنت كراون يعني كنت كراون 2 يمكن ما ادري كراون 1 والله ما ادري بس يعني طلع عندي بوتات هوايه ما ادري شنو السبب بس راح اخليكم بعد جيم يا جيم بلاي كلش حلو فيلا يا شباب ما اطول عليكم مشاهده ممتعه مره نزل تحدي هني ينزل حاويات المطار اكو زلم بالطائره واحد ينزل حاويات المطار اقول لك واتحدى واحد ينزل حاويات المطار انا اسمي الرئيس اسمك الرئيس اسمي الرئيس بالعربي ماشي اسمك الرئيس ايش اسمك محمود ديقراي بالعربي بالانجليزي بالانجليزي ديك رايت بالانجليزي بالعربي خوش كلام انزل حاويات المطار يلا اوكي حاضر اذا ما صلخكم والله العظيم عيب اذا ما صلخ والله العظيم عيب لا بس لا تنزل عرب انه تعال والله بس بعيده شويه وين نزل حاويات وين اقول لك حاويات المطار قال اي حاويات المطار تمام اي تمام والله بعيده خوي يلا على حاويات نلحق اذا صفح نلحق هي صفيحه خوي صفيحه ما نوصل بعد ما نوصل بالماي بولك لحق عجسه خوي والله عجسه ما حد وصل اصلا ذول عجسه ذول يا السكواد قال كانوا يهمبلون ايه بعد السفينة شايف إذا وصلوا قبلنا لكن قندران من صدق لا لحق والله نزلوا والله حيشقونا خوي بحضر اتصل أسر ولا بلم وينه ورانا عايش حياتي يركضون والله عفو الأغبياء شفتهم بس نلحق يا رب قبلهم أصبح الظهر يصل أسرع بس لا تبطل هاي السؤال في مؤتك اختراعاتي كلها نظريات والله نسمع على ظهري أكو سفينة وصلت قبلنا يلا عادي يلا كبر أسرع يا بدر كب طول حياتي ما أركب نيت شوي ذاي أنا أريد أقعد يم الشباك لا حول ولا قوة إلا بالله غير قابلية انت والله وصلوا قبلنا سلوت الكرفانات كلها يلا اوكي عادي هذول غيرهم ترى يمكن يلا انتشروا لا تنتشروا تعالوا لحقوني سوا منظل سوا اوكي لقيت الدرع طب عبسي مدرع اي لا جات واحد وين والله خوي طبولي لا تفنش حبيبي لا تفنش خرب يومك اقعد لا بعد لا تعيدها بعد لا تعيدها وتجي تشمر لا تشمر بعد خوي ماشي طلع انا بعد لا تشمر بالحكي مع العلم هو وصل قبلنا يا جماعه اجوا اوكي نقدر لهم ترى اقول ليش دي منطين السلاح مالتش هذا اخذ الاي كي هاي يمك ما وقت الريلود
ثواني ثواني جايك. واحد نوك يمي. وقعته وقعته. الثالث. صايكم من الساعة الشمرون بالطيارة. بعد واحد حياتي محمود بعد واحد. اوكي اوكي. حياتي حياتي. السفينة جت السفينة جت. منين هي؟ اريد السلاح انا اخلص سلاحي. خلص الطلق مات يعني. صايكم من الساعة الشمرون بالطيار لك ايش بيكم لك ايش بيكم خويي ترى اللعبة منافسة مو تفشر علي ذاك التك الله العظيم لك انه قول 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 لا تفنش لا تفنش حبيبي لا تفنش بالثواني ثواني كفر نفسك انا ساعدت فوقه بالثواني وينه؟ دير بالك دير بالك. لا 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 تجي لا تجي لا تجي. جواي بالضبط جواي بالضبط. أدري أدري أدري. خرب إنه خرب. راح أموت. أموت. لا. لا يا الله بعلبوت بعلبوت صدق كذي قديش بوتات الرانك كراون ذكي بالفايتات القريبه غير مصيبه مصيبه بس هسه بعيد رجعت الاعدادات القديمه يا معود بالثاني ثاني ياته ايه يم الدرج لا دروب شو اسمه هذا بوت يم الدرج يم الدرج نحن في عداد الموتى افا هاي على اليمين على اليمين على اليمين اوب اوب هاي شنو هاي لا حولك رب جبت شوت جن لك تضحك علينا انت لك من انت تركي هذا تركي وقع سوري كتل هندي هاي سوريين ثاني شفت ما قلت لك كار ما يفيد الحكي ما تصدقني هاي كار خل اقوم اكل وول وول ثاني ثاني لو انت شريد وغير يموت عار هذا عار ما يموت عار لو بارد راح اسوي كتم يا راح اعلس صار لك نص ساعة خوي شلونك؟ كل شي يسوي بحياتك بس ليزر لا تاخذ، ازبل شي ممكن تاخذه. لك وينو؟ ويلي. صدق كذي. حموت من ورا هذا البي كي سي جماعته وين جماعته قرب انه غير قمزني ياته ياته السحلية ما يحتاج اقول احكي على الكليمبرية اللي تصير كل مرة صراحة كافي والله العظيم يعني تلقى حتى مكاتل واحد
بالجيم كله وجاي مكمبر كاتني الي سحالي بعد. فوق يا شباب هناك وصلت الحلقة، ادري الجيم ما فزت بي بس يعني مرتبة الثالثة وكيلات حلوة ان شاء الله. انا نزلت راح انزل هذا الفيديو بس على مود يشوفه هذا الرئيس اللي هو قام يهمبل بالحكي، وهاي نهاية اللي همبل دايم. المهم يا شباب ما اطول عليكم، هناك وصلت الحلقة، اتمنى يعجبكم الفيديو. ان شاء الله راح يكون التحديث الجديد او سيزن الجديد شيء اسطوري، راح يكون مقاطع بعدها شيء كلش حماسية وحلوة. فانا كنت الحلقة اتمنى يكون فيديو، حطنا لايك واشتركوا بالقناة اذا جيتم مشتركين. كان معكم محمد ودي جراي، في امان الله، بيس اوت، باي باي. شو واو What? I gotta run on these binges up like a nigga pull up in the Bentley truck. Huh? I make a man cry, medics come pick it up, surrender all of your shit, nigga. Shoot at your niggas, aim at their chest, just like you.